عليكم، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم على القناة وصحة رمضانكم. اللي مازال ما شافش الفيديو تاعي السابق تاع الـ DIY، عملت هلال بنجوم وفانوس باش نعلقوا على الحائط كديكور وتزيين لشهر رمضان في الصالة. ما بقى لكم غير تروحوا تشوفوا الفيديو السابق. واليوم راح نديلكم نكمل لكم بعض لي دي اي واي، بعض التزيينات والديكورات بالاشغال اليدويه اللي ديروها مع ولادكم باش تحببوهم في شهر رمضان، وانتم تاني باش تديروا الديكورات والتزيين. الحاجه الاولى اللي حنديروها هو نديرو اون بانكارت كشول باش نعلقوها في الباب. اذا ديروها في الباب تاع الدخله من برا ولا انا هدرتها غير من الداخل، اون بانكارت اللي مكتوب فيها رمضان بالمسجد والهلال. Thank you.
الثاني اللي راح نديروه هو كما راكم تشوفوا راني صبت دي لاتر من الخشب، عندي لا بينتور روز جولد، وصبت ودبرت اخشاب باش نكتبوا كلمه رمضان كريم ونحطوها كديكور. والعمل الاخر هو اني درت هلال، دبت ثلاثه ودير واحد ثلاثه ولا اربعه وديرهم مع بعض ونغلفوهم باش نلصقوهم ويوقفوا فوق كاش حاجه. انا درت توجور خدمت بالفيش كاردوني ودرت مسجد وعطيت المسجد عطيت لولادي يصبغوه بالاسود. اشياء سهله تاني مديتها لولادي خدموها هي اني خدمت سبيسيمان تاع فانوس وتاع هلال وتاع النجمه وعطيت لهم الورق الملون وقطعوهما بنفسهم ولصقناه مع بعض ودرنا ديغلوند كما في الصوره. Thank you.
الفيديو تاع اليوم عجبكم وعطيتكم أفكار للديكور والتزيين في البيت لشهر رمضان المبارك. ما تنساوش تبارتاجيو وتشتركوا وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم كل جديد. وانا مقالي غنقولكم بقوا على خير ويا من عاش صحة فطوركم.